حكومة إيرانية جديدة في طور التشكل بعد تأخير طويل وسط تحديات داخلية وخارجية أقل ما يقال عنها أنها صعبة. الرئيس مسعود بشكيان قدم قائمة حكومته المقترحة إلى البرلمان بعد مرور أكثر من شهر على إعلان فوزه في الانتخابات. أسباب التأخير في تقديم أسماء المرشحين عديدة، في مقدمتها تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد ساعات من أداء بشكيان اليمين الدستورية. ويعود جزء من التأخير إلى الصراع بين أنصار التيار الإصلاحي والتيار المتشدد الذي تحاول قياداته الحفاظ على مناصبها وامتيازاتها تحت مسمى حكومة وفاق وطني. وتظهر ملامح الصراع في مهاجمة وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، من يطالبون بشكيان باستبعاد المحافظين من مناصبهم وتعيين مسؤولين من التيار الإصلاحي، كما تهاجم تلك الوسائل من يحثون الرئيس على عدم الاهتمام بنتائج ما تقدمه الأجهزة الأمنية من آراء وتقييمات للشخصيات المرشحة لتولي مناصب حكومية. مؤشر آخر على الخلافات والانقسامات ما ذكرته وسائل إعلام عن أن نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قدم استقالته لبشكيان بعد انتقادات عنيفة تعرض لها من المحافظين. خارجيا تواجه حكومة بشكيان تحديا صعبا، سواء ردت أم لم ترد على اغتيال هنية، فهناك أصوات تنصح بتفادي رد كبير على إسرائيل لأنه سوف يتسبب في تلقي إيران ضربة مدمرة وسيكون له تبعات جدية. توجه هاجمته صحيفة كيهان المقربة من المرشد علي خامنئي، ووصفت الصحيفة المطالبين بعدم الرد بالجبناء، وشددت على أن أي تردد في الرد يعني تمهيد الطريق لهجوم إسرائيلي شامل على إيران. وحسب الإجراءات المتبعة لن ترى حكومة بشكيان النور رسميا قبل تصويت البرلمان بالثقة عليها، وهي مسألة تحتاج أكثر من أسبوعين، وحينها قد يتبين أي التيارين كانت له الغلبة في الاختيار والقرار، وبعدها ربما يمكن استشراف في أي طريق قد تسير طهران.